وصابر وراضي. شوفوا بقى، ولما شفته انا اطمنت والاصابات اللي فيه خفت، ووعدت الجميع اني هاخد اسرة محمد وهنروح مكتب فريد بيه استاذي، مؤكدين انها تتمتع بصحة جيدة. وأقام عدد من الجيران بالاطمئنان عليها وسؤال شقيقها محمد عمار الذي أكد تمتعها بصحة جيدة ولم يمسها أي شيء أو أنها على قيد الحياة. وأكد الجيران أن الفترة الماضية شهدت عددا كبيرا من الإشاعات حول أسرة المتهم محمد عادل، وكان بعض أبناء مدينة المحل الكبرى من محافظة الغربية قد تداولوا خبر وفاة والدة المتهم محمد عادل قاتل طالب نيرة ضحية الغدر بالمنصورة بمنزلها بمدينة المحل الكبرى بعد مرور أيام قليلة على وفاة والدتها وقيامها بعمل توكيل للمحامي الشهير فريد الديب لكتابة مذكرة النقد بمحكمة النقد حزنا على نجنها الذي ينتظر حكم الإعدام. جدير بالذكر أن مدينة المحل الكبرى بمحافظة الغربية قد شهدت منذ أيام وفاة جدة المتهم محمد عادل قاتل الطالب نير أشرف الشهير إعلاميا بفتاة جامعة المنصورة، والتي لقيت مصرعها على يد زميلها أمام بوابة تشكي بجامعة المنصورة. وقال محمد عمار خال محمد عادل قاتل نير أشرف إن والدته توفيت وتم تشييع الجثمان إلى مثواها الأخيرة ودفنها بمقابر الأسرة بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة وتلقت الأسرة العزاء. والد نير أشرف يلغي توكيلات المحامين. ألغى والد الطالبة المصرية نير أشرف التي لقت مصرعها على يد زميل لها بجامعة المنصورة توكيلات المحامين المترافعين في القضية ضد المتهم بجريمة القتل محمد عادل، وبحسب وثيقة اطلعت عليها إرمينيوز أو المقدمة من